في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، نفذت مديرية الصحة في حلب سلسلة من الإجراءات الاحترازية من خلال افتتاح نقاط فحص طبية في المطار ونقاط فحص في بعض المعابر الحدودية بالمناطق التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية المسلحة. بالنسبة لأهم إجراءات اللي ننصح فيها الأخوة المواطنين بالنسبة للوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام وبموضوع الكورونا، هي أهم وسيلة وأبسط شيء هو الغسيل اليدين المتكرر بالماء والصابون. في ناس عم بتقول معقمات ومطهرات، ما في داعي، نحن بنقول بنطمن من انه بيكفي الماء والصابون نغسل ايدينا بشكل صحيح، يعني لا يقل عن 30 ثانيه، وبعد ما بكل اذا اضطرينا لنصافح حدا، اذا كنا بالسوق، اذا كنا بمكان مزدحم، ما نحط ايدنا على وجهنا، على العين، على الانف، على الفم، حتى ما اذا كان في التهاب او عدوى تنفسيه او من اي شخص نحن نوقي نفسنا. نحن كاجراءات ضبط عدوى طبيعي جدا في امور التعقيم ما بتتقبل الحلول الوسط، فانت اما بتطبق نظام تعقيم وضبط عدوى متكامل او ما فيك تطبقه بشكل، فلذلك نحن مضطرين او بشكل اساسي كاجراءات وقائيه يكون عندك نظام التعقيم متكامل، اجراءات ضبط عدوى متكامله، حتى تضمن انت في حال لو كان الاحتمال ضعيف او نادر او محدود او غير موجود انت بالسليم وبالامان بشكل كامل وعامل نظام حمايه مجتمعي كامل. مديرية الصحة في حلب تتابع إجراءاتها الاحترازية من خلال تجهيز غرف عزل في مشفى الرازي لاستقبال أي حالة مشتبهة، والتي يتم التأكد منها عبر التحاليل والمسحات التي ترسل لمخابر الوزارة. نؤكد على الأخوة المواطنين ضرورة الالتزام بقواعد الصحة العامة، النظافة الشخصية، مثل ما ذكرنا الماء والصابون غير مكلفين ومتوفرين عند الجميع، نطلب منهم غسل الأيادي بشكل متكرر، عدم لمس الوجه أو الأنف أو العينين باليدين إلا بعد التأكد من غسيلهم. نحن اليوم عم نقوم بأعمال احترازية لتجنب هي الأمراض وتجنب العدوى من مرض كورونا. المشفى لحد الآن ما راجعنا ولا حالة مثبتة بهالأمراض. تعمل المديرية على تعزيز الوعي الصحي من خلال رسائل التوعية الصحية، سواء ما يخص الطواقم الطبية والفنية العاملة أو التي تخص المواطنين، واتباع قواعد الصحة العامة والنظافة الشخصية.